أصبحنا وأصبح الملك لله. مرحبا بكم في نهار جديد، فيديو جديد، فلوج جديد. أخوكم سعيد مناد معاكم، واليوم رانا في تونس. هذا الفيديو ممول من طرف شركة العناية للسياحة والسفر اللي وفرت لنا هذه الرحلة باش نجوا ونزوروا بلد تونس، ونصوروا بالتحديد مدينة سوسة اللي نشوفوا فيها أماكن ترفيهية. وبلما نصور راني خليت لكم الرابط تحت في صندوق الوصف لأي أسئلة أو استفسارات، يتقدم لهذه الشركة ويحجز معها. الأوتيل اللي راني فيه هنا اسمه رويال بيتش، هو معروف على مدينة سوسة. أنا مع أخويا أحمد لهنا. أحمد، والحاجة لحبابك. الله يخليكم أصحاب التيرية، ورحب بالناس. مرحبا بكم في تونس. راني مع عمي علي، احلى ريسبسيونيست في الاوتيل. مرحبا بكم في تونس، مرحبا بكم في رويال بيتش. استقبالاتنا باهيه، مطلتنا باهيه، شطنا باهي، يعمل كيف معكم جماعه لهنا كلها، استقبلكم بالباهي بالباهي. مرحبا بكم. حتى انت انسان باهي. حتى انا انسان باهي. هذا هو المسبح الرئيسي للأوتيل، شوفوا معايا. كاين هنا يديروا حفلات. السلام عليكم. مرحبا بكم. راهو سبيسياليتي هذه التونسيه والجزائريه. بصيف انا نسيبكم، راني واخو من الجزائر. امورنا صار 5-5، هاكم تشوفوا البيفي. ان شاء الله تجيو تعديو سيجور باهي بحالنا. تاجين دو مرقاز، تاجين دو مرقاز في سي سبيسياليتي رويال بيتش. مرقاز يتخدم هنا، ما يتخدمش عند الزازار، يتخدم هنا. كل اللحم ما فيش شحم، ما فيش واحد. بون سي هذه لا سيزون، سي لا سيزون دو سردين، سردين بتاع سوسة. سردين هذه البوم دو تير اللي يحبوا عليها الجزائر. لا لازاني غراتيني افيك دو فروماج. لو ري اورونتال، فوالا لو ري اورونتال افيك sauté de veau à l'ancien. Ben, allez, il y a déjà que couille. C'est la sauce avec le couscous. Lyoma Terna. Haja Tonsia. Couscousi. Avec kebab égyptien. Kebab égyptien. Voilà. Ça, c'est le poulet au four. Safrané au four. Zidavia. La ratatouille. Niçoise. Garniture niçoise. Ratatouille. Camounia. Merguez. الحم، كبدة، هذه الكمونية. سا سي لا دوال فاطمة، صوابع فاطمة. سي تري ديليسيو، ها فوالا. هذه لا بات على بوتانيسكا، مش حارة، افيك دي تون، دي فروماج، اي اوليف دي نوايوتي. هذه الاكسبوزي تاع عندنا دو سورت دو سالاد. وي فوالا. عندنا الدلاع، عندنا بطيخ، خوخ، وعندنا الجاتو. فوالا. والله مرحبا بكم، نفرحوا بكم. نو سوم تري اكويون. تو الكورونا هي اللي خلاتنا نبعدوا عليكم، احنا متشوقين لكم انتم. مرحبا بكم، وان شاء الله تلقاوا السجون بتاعكم تعديوها على احسن ما يرام. توت احسن شاب في رويال بيتش. فوالا هذو كاع ليكيب تاوعه، تحياتنا.
اخوتي راني مع خويا وائل. السلام عليكم، مرحبا بكم في تونس. هاي فريسيليما والله ما تندموش ما تندموش، كثروا غير دراهم. اخوتي راني في البلاج في اي بي تاع رويال بيتش، راني مع شيراز. وكالة سياحية معتبرة معتمدة، مادا بيا لو كان يعرفوا ان الجزائريين يتوجهوا الى هاد الوكالة. هذه الشهادة تشرفنا ان شاء الله، والحمد لله الحاجة اللي سعينا فيها هذه هي الحاجة اللي سعينا فيها باش نرضيو كاع المجموعة، والحمد لله. وباقي لنا غدوة ان شاء الله رانا غادي نتوجهوا للجزائر. الجزائر وحسب ما راني نشوف من المجموعة كلهم راهم راضين بهذا الرحلة، راضينا وغادي نولي فرحناهم، وان شاء الله احنا رانا نسعوا باش نزيدوا نجتهدوا ونخدموا اكثر اكثر، وزال ان شاء الله نعاود ندير ونجيب العائلة تاعي ونجي توجور لا ميم. مرحبا بك، حاجة ما نخدموش غير تونس، نخدموا عمرها ان شاء الله، دبي اسطنبول ان شاء الله، رحلة داخلية ان شاء الله. بدلوكم شيء، طليتوا فينا ما خصنا والو الحمد لله. وانا طليت فيك ولا ما طليتش فيك؟ حقا وهذا الفضل يعود لسعيد، وسعيد الفضل يولي سعيد ب ما شاء الله جزائري. وانت الوحيده اللي تعلقتي بسعيد، وسعيد ده ولدي ولا اكثر حق ما عشنا بعائله ورانا حين عائله. سعيد عود الى ربي التوفيق ان شاء الله، توفيق والمزيد من الناس ان شاء الله. الله يحفظها والله يسطرها ان شاء الله، والله يعطيها، عندها عقل نتاع واحد كبير، عندها عقل نتاع واحد كبير ما شاء الله، مقدم الناس كاع تبغيه، كاع اللي راحوا معانا كاع يحسوا سعيدو سعيدو سعيد ما شاء الله. انتم تبغوني ولا ما تبغونيش؟ وكاله وكاله بمعنى مكاله بمعنى كريمه. دعوه كيما هذه كاع ما تتنساش، دعوه كيما هذه تسوى بزاف دراهم. مازال معنا الفيديو، ما تكرهوش ما تكرهوش ما تكرهوش. راجي دوكا بيرول 3 2 1 مرحبا بكم في تونس العاصمة. يعطيك الصحة صاحبي. الشارع اللي راني فيه لهنا هو أحد أشهر الشوارع الموجودة على مدينة تونس العاصمة، اسمه شارع بورقيبة. هذه الكنيسة اللي راني حداها هنايا هي أشهر كنيسة على مدينة تونس العاصمة. بالنسبة لهذه معلم تاريخي موجود في تونس، هو نورمالمون نقولوا نحن كيما نحن الدين الإسلام عندنا الجامع نتاعنا نصلوا فيه. هي عندهم هذه المصلى نتاعهم نتاع المسيح الكاثوليكي، نحن نقولوا نحن فهمني كل واحد ودينه، لكم دينكم ولي ديني كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا ما كل سيرتي تحل المعلم هذا معناها المصلى هذا يجوا المسيحيين معناها يصلوا فيه كل نهار سبت فهمني. ونحن انا التوانسة نحترموا الاديان كما هما يحترموا الدين نتاعنا دين الاسلام فهمني. هذيك هو ايش حاب تقول لك فهمني. موجود مش موجود هنا برك راهو في شارع بورقيبة، موجود حتى في منزل بورقيبة، عندنا في منزل بورقيبة، عندنا في برشا بلايص الكنائس هذه موجود تبع دين المسيحية. اما هذه الساحة اللي راني موجود فيها لهنايا هي ساحة باب البحر، واحدة من اشهر الساحات بمدينة تونس العاصمة، يجي فيها بزاف الناس من كل جهات من كل الولايات حتى من داخل الوطن ومن خارج الوطن. كنت نحكي مع خويا لهنايا، كانوا يسموها بكري هذه الساحة هنايا ساحة النصر، اللي تبدل الاسم تاعها ولا هو باب البحر هكا قلت لي. تحية الجزائر وتحية تونس ومرحبا بكم يا خويا، تونس والجزائر وخاو، اللي يمس الجزائر يمس تونس واللي يمس تونس يمس الجزائر. تصور لنا تصور لنا هذيك بنت المدينة هي وولادها. هاي أولغا اسمها، سوق شمع الزيتونة المدينة العربي ونسبة المدينة العربي حاجة خلق العادة. باش تكون في المدينة العربي لهنا الديار العربي راهو كلها باردة في الصيف ما غير كليماتيزير بدون استعمال التكنولوجيا باش تبرد من عند ربي فهمت. اللي يسكن في المدينه العربي ديما عنده شارم، عنده رونق خاص، ولد المدينه ولد المدينه، لبسته يكون جبه وكابوس تاعو ويكون سروال بالليل، هذيك اللبسه الاصليه نتاع المدينه العربي. الشارع
الشارع اللي فينا هنا هو شارع الزيتونة المعروف بالتجارة في كل أنواع التجارة في كل أنواعها، من أكلات حتى التقليد حتى الكتان القماش، حتى التونسيين هم معروفين بالقماش. يوم الحد هنا بالنسبة للتوانسة هو يوم ويكاند، يعني ما كانش خدمة ما كانش ترافاي ما كانش تجارة، هو نهار اللي الناس تريح فيه، نهار اللي تروبوزي فيه، نهار اللي تخرج وتروح تزور العائلة تاعها. جوه من الناس من توانسة من الجزائريين من المغاربة من كل بقاع العالم. للأسف خاوتي هنا يكمل الفيديو تاعنا لنهار اليوم، موعد تاعنا يتجدد في لقاء آخر وفيديو مختلف فكرة جديدة. إذا أنت أو أنت أول مرة تزور هذه القناة ما تنسى تضغط زر الاشتراك وتضغط زر التنبيهات باش يوصلك كل جديد حول محتوياتنا. ما عليك نقول لكم تهلاو في روحكم، كل روابط التواصل الاجتماعي عادي نخلوها لكم تحت في صندوق الوصف. بيكم أنتم هذه القناة تكبر، تهلاو في روحكم، إلى موعد آخر، سلام.